السلام عليكم معكم أسراب الليبي رابور ولد سله تنموتو على المغرب كامل من طنجة للكويرة و تحياتي للرجال و تحياتي كاع المتتابعين ديال اشرف الليبي و قناة 24 وتحياتي ربعة و عشرين و تحياتي للجمهور الكريم اللي تيتفرج فينا انا جدا بنهضر في واحد الفيديو اللي شنقول لكم على يوتيوب باش نهضر على التفاعل ولا تواقع في يوتيوب عندنا دحاسي هاي شمل من الملولي يعني زع اشوي يخرجوا لنا ما واحد رومانسي القباني احساس عالم ما هو المهم انا تنقول دوك الناس دوك الناس راكم وليتو كديروا شي حاجه للدراري اللي تيتفرجوا فيكم اللي تيديروا تعبيه ب 100 ريال باش يدخلوا يفوجوا على خاطر ومرخصرتولهم عقليتهم داك التفكير راه دمرتو الشباب وروابا روابا روابا غنيو داكشي اللي كتعيشو الفو شي حاجه كتعيشوها خليو عليكم هداكشي الشيء اللي كتشوفوا اللي كتسمعوا اللي كتعيشوا في الزنقه نتوما ما معشوش الزنقه انا شحال من واحد كنعرفو فيكم فاس ونتوما حتى تعرفوني نتوما راه معشوش الزنقه نتوما عشوها داكشي الشيء اللي سمعتوه في الزنقه, الزنقة. ولكن اللي تتغنوا على انكم نتوما اللي عشتوا وبنادم يقول شي حاجه اللي كاينه خوتي ويقول شي حاجه اللي خلي الدري صغير والجنراسي واللي طالعه دابا فهمتيني تاخدكم قدوه ماشي تاخدكم على انكم تتحرضوا الشباب هذا راه سميتو تحريض واش فهمتوني وسمحوا لي وذا لهشام الملولي تبارك الله عليك الله يعطيك صحيحتك اللهم لا حسد طبيعة الحال تيقولك حب لاخاك الموسم ماشي حب لنفسك فهمتيني اللي بغيت نقولك لك اخي هشام هو فهمتيني ديك العياقه واش بقى البروتوكولات الخاويين الزواق زعما نشارك والدومين دوسي تبارك الله السلطه دوسي شحال من حاجه فهمتيني زعما خصك انت تكون واعي انت تزيد تكون قدوه ماشي ها هادي وراك عارف تشي تشيز غيتا حاسي شاقي لاقي تشي تشيز مع بعضياتهم مش فهمتيني شنو بغيت نقولك انا عارف هادشي كامل شي دور على العاقة يوتيوب ولكن اصاحبي فكروا الله شويه صح. من بنادم يفكر الله شويه صاحب شويه لربي وشويه العبد صاحب ولكن الله اكثر ماشي شنو غدي معاك اخويا غدا شنو جمعت جمعتي عرفتي شحال من فيديو جمعت شي في السي اش بهذيك الطريقة خوش يديرو يقينكم في الله وبنادم يتبدل ويحاول يكون قدوة الخوش والصغار حاول يكون قدوة الخوش والصغار كاينين خوشي راه دراري معاقين كاينين دراري محتاجين بطالة ما لاقينش ما يخدمو ديرو الخوشكم فين يخدمو عاونو نخوشكم اخوتي ماشي يعني على راسي انايا عاونوا خوتكم راه كاين اللي محتاج ليكم خوتي تعاونوا بشي طريقه اخرى تلونسيوه في يوتيوب حتى هو يبان حتى هو يقد يتعايش نتوما تتعاونوا اصحاب الميساجات البريفيو التصاور ديالكم وكذا وبلا ما نهضر على شي روابا انا عشت معاهم وشفنا معاهم و هذاك الشيء خليوه في الخافه فهمتيني كل حاجه غتجيبو وقتها وتعرفوها ان شاء الله وان شاء الله سنقول شا لكم اخوتي دخلوا القناه عند اللي بي اشراب وتبعونا ان شاء الله وغتشوفوا ان شاء الله خدمه زوينه وتشوفوا خدمه نقيه وتحياتي للناس اللي حاربوني انا الناس اللي حاربوني وانا في انا راه فرحان والناس اللي غناو الدياسك ديالي ودارو الطوندوس انا راه فرحان علاش حيت انا من حدكم خديتولي لي داكشي ديالي ودرتو وصل انا راني كاين والناس اللي كتناقدني وكتشهضر فيا في, في كومونتيرات و ودوك الرواب باو... وبلا ما نسميهم بعدا واحد جوج خداو اغاني ديالي من التاليف ديالي واللعب ديالي والسي ديالي وداروا تبارك الله بلاصون داروا البوز وكذا تبوزاو تنقول لكم بصحتكم جيتوني في واحد في واحد ال... الوقت اللي, كانوا واقع اللي كان واقع ليا شي مشاكل صعبه كنت كنعيشهم في الزنقه وكنقول اي واحد فيكم الا ندير معاه شي تحدي مرحبا حتى مني شامل من هشام الملولي اجي دير معايا تحدي كما دار شي تحديات مع دوك كي مع ريكو كي مع كدا اجي دير معايا تحدي في كروسه ديروا تحدي انا وياك عيش معايا في كروسة ولا لا يكتب على شي مسلم فهمتيني يعني غير اجي دير معايا تحدي في كاروسه ونشوف شكون اللي غيصبر ما تقدش تضرب معايا نهار ولا يومين في كروسة داكشي اللي كنعيشو انايا واليقين في الله اليقين في الله انا ماشي شي نقول هادشي افتخارا لا شي نقول هادشي حيت كيضرني هاداكشي اللي كنشوفكم كديروه هاداكشي اللي كديروه ساهل انا ف... بلا الله في الفراش وفي كروسة وهاداك الشيء اللي كديرو كنعرف ندير منه العجب ولكن لا صاحبي خوف من الله صاحبي خوف من الله سبحانه وتعالى اه حد موسيقى بغيت نخرج نتعالج برا بغيت ندير اوبيراسيون نخرج حتى انا لبرا ندير عمليه نوقف على رجليا هادشي اللي مخليني دخلت للموسيقى دابا نتا خي بنشاخي... ايش دخلتي للموسيقى بيلي شنو درتي في الموسيقى درتي واع 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 دخل لاشين ديالي تسمع الكلمات ديالي ماشقتش تكتبهم اصاحبي ما قدش تقول بحال داك الكلام اللي قلتو انايا بلا فخ مع الله بلا فخ مع الله وبزاف ديال الروابا راه شي شيرو واه والخدمه والماكساج ولوطوط الخدام كتغني غنيوها الواي واي ترجوا شويه خوشي وسلام الله عليكم من عند خوكم اللي اليقين في الله وكنقول لكم ساينو ان شاء الله الجديد جاي خدمه جديده فلاشين ديال اشراب الليبي وكنقول لكم ان شاء الله ما يكون الخير وموسيقى ديال لومبيونس وموسيقى ديال بعقله ان شاء الله وتنشكر كاع الجمهور اللي متبعنا كنشكروا الناس اللي في ايطاليا في فرنسا في اسبانيا في الامارات دبي ابو ظبي انا راه شحال من من واحد بغى يعاوني باش نجي عنده ولكن الكروسه هي اللي ما خلاتنيش باش نوصل لعنده. وان شاء الله سنطلب من الدوله تعاون الانسان اللي من داوي احتياجات خاصه باش يقد حتى هو يعيش حياته ويكون فنان ويدير بزاف ديال بزاف حيت كاع الناس ديال ذوي احتياجات خاصة كاينين شي ناس عندهم قدرات خاصة حيت الإعاقة ما في الجسد ولا الإعاقة راه كاينة في العقل شحال من رابور ما عندوش الرجولة وشحال من واحد تيبان في يوتيوب ما عندوش الرجولة ها من هداك التعامل اللي كديرو بيناتكم راه باينين شكتسواو واليقين في الله سبحانه وتعالى وعاش من عرف قدره وتحياتي لقناة السافر فانت كات والسلام الله عليكم من عند خوكم اشراب الليبي كنت من تدخلوش القناة ديالي تشوفوا شنو عندي في القناة المحت... الفيديو كليبات وان شاء الله لي جاي حسن واليقين في الله خوشي والسلام الله عليكم <applause>